تاني بيقول ان احنا يعني بنقول خلي بالكم يا جماعه، يعني تعيين الحكام وخاصه احنا زي ما بقول احنا في الخطوات الاخيره ان شاء الله اللقب كده كده محسوم، لكن عايزين نتكلم كمان على المستقبل ونتكلم على مستوى التحكيم. لما النادي الاهلي يطلع بيان زي دوت، هو كمان بيشجع اللجنه الخماسيه، بيشجع الحكام، لا خدوا الرخص واتمرنوا بشكل افضل. وموضوع تعيين الحكام لمباريات النادي الاهلي، يعني حكم 4 مرات في خلال مده صغيره، لا يعني احنا يعني كمان النادي الاهلي في حاجات لازم يقف عندها، وده اللي بيقف عندها الاداره بشكل واضح. وده اللي بقى النهارده وضحه اكيد يعني بشكل تفصيلي طبيعي. وبعدين اذا كان لو انت ما عندكش الفار كنا عملنا ايه؟ يعني كل ده انت بتتكلم وانت عندك الفار التقنيه دي. الفار محتاج فار، يعني الفار محتاج فار فعلا. يعني للاسف احنا كنا نتمنى يبقى في التقنيه بتساعد، اكيد بتساعد العالم كله في ان الاحكام تقل، يعني الحكام يقللوا من اخطائهم لحد كبير، لكن لغايه دلوقتي في مصر اعتقد يعني ما وصلتش للدرجه اللي احنا حتى كنا نتمناها. ده نتيجه حاجه، نتيجه زي ما بقول لك تدريب الحكام، الرخص اللي الحكام اللي بيحصلوا عليها لازم يكون بروفيشنال، لازم يشتغل عليها كويس قوي. احنا بنقول دي خطوه، لكن يعني خلينا نتكلم دايما، نتكلم للافضل دايما، عايزين حكامنا الافضل دايما، عايزين كورتنا الافضل. فاتمنى الموضوع الفار دوت والتحكيم يبقى يمشي بشكل افضل ان شاء الله الفتره اللي جايه.